اخي غنوصل لطوكيا قايد السلطانه هويا زين خطبك مياميتشي انا باقي في الدار هذا باقي مسيقش لي الخبار فين غادي المهم هذا واحد الفلوق على ضو حلقه هويه كاينه في شوكيا وما عارفاني الشيء راه جاي ويلا كداوي معاها قلت لها خاصكم انا في شوك يا مسكينه شاش قالت لي ويه قسما بالله قلت لها بلا ما نتعصب ونجي وهي تقول لي اجي قلت لها البليزه غير مجموعه هي ما فاهمه والو غنمشي غنصطمها مسكينه والله الا توحش ضوحه واخر مره شافش خرجت لي الفيزا في المغرب مسكينه كانت مغيده ومشيت عندها شالدارهم سلمت عليها فاش بغيت نجي وبقات كتبكي مسكينه دابا اول حاجه غندير شنو وصلت شوك ان شاء الله اليوم في الليل واخا نكون عيان مع غنوصل غنمشي عندها نقول لها جي لشي محل تشغل لي شي حاجه ونقول لها سيري خذي واحد اللعيبه من عند واحد السيده شاطعه الويده تغتلقاني غتصدم مسكينه المهم انا وصلت ما نكمل ليكم انا خصني نسلت دابا مع حد ادم باقي ناس يا ميتشي اخي غنوصل لطوكيا لقيت السلطانه هويام عرفت السلطانه هويام كانت في هذاك حريم السلطان هادي انا كنت كنبغي وعمرني شتها كنت كنبغيها من امن التلفاز ها علم الله واش زوجات ولا واش ولدات عرفتي شحال من قصه حب عندي من التلفازه مع التواركيات اليوم انا غنشوف اليوم غنشوفهم المشكله باغي ندير مفاجاه للقهويه نتلاقى مع القهويه نصحابها شي دغي قدامهم ولكن اليوم نعطيكم الحقيقه واش بصح التوكيات زويناش ولا طارقين عندنا في التلفازه ولد الضغط بكي عليهم خلود مشات للمزرعه وما لقاتش الحاج سمير انصدموا مامي ياميتي نتلاقى مع شي تركيه نقول لها تمام شكر بش تمام كباب ندير لها فيديو دابا هذيك المفاجاه اللي كنديرها صدق اللقطه بقيتي انا وياه هنايا بس غنمشي ندوش وقلب عليها في مشكل في العائله حنا عندنا ريحه كثيفه وانا ما ندوش وغنعنق الفجاه هو غترجع لي التريكو ديالو قول له انت المشكل التريكو تاعك باص راح حال واحد يلا تيو حنا 10 دقائق ونجي على شن خطري 5 دقائق 10 مزيانه خليكم هنا خليك 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 كنت باغي ندير لها مفاجاه و تبقى تجي دير لي مفاجاه بلا ما تحس والله الا عاقل اخر ما غنمشيش عندها والله انت بقات كتبكي مسكين دابا غتشوف لي غتسخف انا نشوف هذا مهم انا نشوف ماما ناضي ولا لا شحال الجيش عندها شحال الشعب القهويه الله يسلمك كنت غير فاهم كيف كنت عجباني خايبه الصاك شي مشكل مدير لي بيتزا ولا والو اسلام الله يسلمك وصافي شكك كي اصلا قد قال لك شويه طيب يلا قولي لي اش ما عرفتش نقولك ما عرفتش نقولك اسلام صافي غاتسخف دابا عزيز عليا ضوحه بحال خويا صحيحه كتحامي عليك ها في برد فور رب العالي قول لي كانت هنا يا قول لي مرحبا
مرحبا مرحبا يا هلا. معنا مغربية قاع ما تخافوا. ضوحة غبينة كتافة عغار. قلب عليه بعد. هاي راسها هاي راسها كبير. واو واو شو شو تيلا لا بشوية صاحبي. زي الخطبك. اي 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 ما تبكيش ما تبكيش. اخر مره شفت جديده ما تبكيش. الله يحفظك الله يحفظك ما تبكيش الله يحفظك. بنادم 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 بنادم. جبي البكي اصلك عفوك امك. الله عطيه الماء عطيه الماء. رشي عليك الماء رشي عليك. الله عزيز تبارك الله. هذا صاحبي هذا اخويا ضوحه. والله هو صحيح ان شاء الله. لا تحب اخ مبين عليك. الله يحفظك. شو ضوحه دابا راك صحابك شي مغنيه دابا فراسك مشهوره. هذا الشاد انت يا الشاد. بغيتي تجي عند الطاين تاع عندك الشوق. اش قلت لك الصباح؟ وين ما كتشوفيش السطوري؟ شفتي لك انت شوقي غير في كتاب الماضي كتاب. لا ما تضحكي معايا غنهزو لك. شحال دابا ما شفتي؟ شحال من هنا؟ شحال من شهر؟ شحال نجيب معايا انا باش تفرش خيمه. والله يمك تسقاطيك والله. والله وضربك مخنوط بغب. ديال النعاس عضلات معاك والله. كيل بالصاحب. عرفتيك على صاحبتك. سلم عليها بعدا. سلام اخو بابا خليك. سلام. يا ميت تجي تسمع الدوحه فرحان بحال ما شتا. والله تنوض نشطح ليهم دابا والله. سد الساعي سد سد.